خيلك يا ربي موت وريحني. لما عاد أقدر أنا أعيش مع هالفاجرات، ما عاد أقدر أنا. يا مو، شو صار بينك وبين اخواتها لما ادهم؟ يا مو الله يخلينا ياكي، بركي بكره انتو فهميه بتروحوا على بيت ابو خيره، تنطفوا ارض الديار بتسقوا زريعه، ما حلوه الزلمه امن فيني. على عيني، فهميه بكره ذكريني، خلينا نروح ننظف البيت الجماعه امنوا فينا. ايه يا مو، صحي ذكرتيني، امبارحه شفتها لسعاد بالمنام. خير ان شاء الله. والله شفتها عم تبكي ومانا مبسوطه. تخيلك الدنيا اسمها نصيب، لو شغلتهم طولت شهر زمان كنا خطبنا لأخوك وجوزنا والبنت ضلت عنا. حط لك عشاء أخي. لا أختي مالي جوعان. لك يبعت لك حمى، ضروري تجيبي سيرة سعادة الدم. أختي الله يرضى عليك، قومي ساوي لي كاسة شاي. يلا يا مو، خلينا نخطب لك البنت اللي شفناها عند خالتك، شو رأيك؟ مشي الحال يا مو، أنا خطبت. شو؟ مثل ما سمعتي. تقبروني على هالسمعة؟ عم تحكي عن حقا يا مو؟ ايه يا مو، بحكي عن حقا. وامتى خطبت تقبرني؟ اليوم. خطبت بدون ما تقلي؟ يا مو هيك صارت الشغلة فجأة. فجأة؟ وبنت مين هي اللي خطبتها؟ أم أدهم. أم أدهم؟ إيه يا أبو. لك أمي شو جابرك تخطب وحدة أرملة وراها على الأولاد؟ شو جابرك؟ هي مرت العقيد يا أمو، وما بصير تتبهدل وأنا موجود، لازم يضل مقامها عالي. بس يا أمي أنا حكيت مع أخواتها والجماعة لسه ما ردوا لي خبر، وإن شاء الله بصير خير. يقبر قلبي إن شاء الله على هالشبوبية. إيه بحياتي ما انتبهت لحلاوته وشبوبيته غير هلأ. مرتخي يا مرتخي. جاي تقبرني؟ عاوز شي تقبرني؟ أنا رايح عن جواد على البيكي. بلا ما تروح بلا. لا بدي روح، ما بدي أتركه لحاله. إيه الله يكون معك ويعني عنك ويسلم لنا ياك يا حق. يعطيك العافية. يا رب حقق لي اللي ببالي. شو القصة يا ترى؟ معقولة في شي بينا وبين؟ استغفر الله العظيم يا رب بدخيلك. يا ترى اللي ساويته اليوم غلط ولا صح؟ شو بده يقولوا الناس عني؟ حاطط عينه على حرمة ابن عمه وعم يستناه لحتى يموت مشان يتجوزها. يا باطل يا سواد وشك يا شاهير. اكو سعاد بكره اذا رجعت من اسطنبول ولقيتني متجوز شو بدها تقول عني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بالمشرمحي كان في شيء بين عفاف وشاهر من ايام المرحوم جوزها ابو ادهم. أعوذ بالله لك أخي، أعوذ بالله. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عم تشك بأختك؟ لك أخي جواد، أنا ما كان إجا ببالي هالفمضي كله لولا أم قعود الله يجزيها الخير، هي نبهتني على هالشي. أم قعود؟ يا حبيبي أم قعود بحياتها لا طاقتها ولا حبتها لأختك عفاف، وهلأ هي أختها أم دياب عم يعملوها معاملة الكفار. لك جواد، أم قعود خايفة علينا وعلى سمعتنا. على كل، هلأ أنا بدي روح أقررها لعفاف، وبدها تطالع كل شي ببطنها، وبدي انكتلها الخمير والفطير. أخي اختك اطهر من هيك. يا الله بيعلم انها كانت تعبد عبادي لصهري ابو ادهم. بعدين نحن ما لازم نخلي الجنس مخلوق يجي معدل اختنا بالعاطل، لا ام قعود ولا غيرها. واذا طلع هالحكي مزبوط؟ ساعتها انا بشوف شغلي معها ومع شاهر وبخلص عليهم هن الاثنين وبريحكم منه. ايه؟ شو عليه؟ اخي بحياة روح امك وابوك تحت التراب سيرها لاختك عفاف. اختك ضلع قاصر وما لها غيرنا. شوي شوي عليها بالمسايرة بتاخذ منها اللي بدك اياه. انت ما عليك جواد، ما عليك اخي. خلينا ننام هون الليله وبكره بنروح. اختك ما بتخبي علي شيء.
شيخ يا بتقولي له انه انا عند المختار الفتحي. حاضر ابن عمي، تخبرني شو عمل لك على الغداء؟ شو ما بكون عملوا كله نعمة الله. سلام عليكم. الله معك، الله يحرسك. شو يا خالد؟ مشان تغسلي اواعي اخواتك، نحن مانا مجبورين فيهم. ايه هلا بغسلوا. ايه تقولين؟ انت اغسلي اواعي جوا وانا بساعدك وبغسل اواعي جابر. لا ام قاعود، ريحي حالك انت، هدول اخواتي وانا مجبوره فيهم. يلا يلا تفضل جابر تفضل. انا غريب، انا ما في غير انا وجواد متاخين. ايه تفضل. يلا 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 تقبريني، اعطيني اواعي جابر لاغسله. لا مرت اخي كتر خيرك، عفاف تغسله. لا تقبريني، اخطي خليني ساعدة فيه. ماشي مثل ما بدي. شحط العفاف وفاتوا على الغرفة. أبصر أبصر شو عم يحكوا. إيه لكان طول عمره بيدافع عنها وبيخاف عليها. ليكون كانت تعطيه مصاري على دور جوزها. إيه بعت له حمومة تسلق عظام وسلق. هلأ بيروحوا بيشاوروا أبو دياب قبل ما يعملوا معها شي. بس جابر ما رح يمر إليها على خير. بكرة شوفي شو رح ساوي. دخيل عينه بفش القلب. هلا تنية انت روح لعنده، اذا شفت انه ما في شي بينه وبينه سلم لي عليه. قل له خليه يشرفنا يوم الخميس لحتى نكتب الكتاب، وخليه يجيب معه الشيخ والمختار ابو وضاح وشي واحد من كبارية حارته حتى يشهدوا على كتب الكتاب. ماشي اخي ماشي. انت امتى بتحب انا اروح لعنده؟ هلا هلا اروح، بدنا نخلص من هالعيب بقى. لسه قالوا ايه؟ بتأمر عجيب بتأمر. يلا ودعناكم، مع السلامه. ايه جواد الله يرضى عليك، روح على الباكر، يمكن اليوم ابو جاسم الحوراني يجي ويجيب معه الخواريف. بتأمر عجيب. السلام عليكم. اهلا بالمعلم جابر، شرف ارتاح. خير، شايفك مو على بعضك. بدي اسألك سؤال عقيد. مور عقيد، انت ليه بدك تتجوز اختي؟ المرحوم ابو ادهم واختي عفاف كانوا مفكرين انك انت يلي. ايه نعم، وانا الله يسامحني ويغفر لي كنت شاكك بهالمسكينة هالحرة الشريفة، ولما انضربني ابو ادهم بالشبرية فكرت انه زعلان مني كرمال حرمته. داري الجمال بنية والجمال بنية، وما بينت الحقيقة لحتى انقتل هالواطي تحسين. طول عمرك كبير يا ابو فهد وراح تضل كبير. انت القعده معك مكسب وفخر، ومصاهرتك بترفع الراس قدام الناس. نحن من بعدكم شاهير، نحن اعطيناك اذا الله اعطاك على سنه الله ورسوله. مبروك عليك عفاف. الله يبارك فيك يا معلم جابر، هذا شرف كبير. من شان هيك من بعد امرك يوم الخميس بتشرف لعنا انت والشيخ والمختار والكبارية مشان نقرأ الفاتحة ونكتب الكتاب. نتشرف. يا الله أنا تأخرت على جواد، بالإذن منك عقيد. إذنك معك. على رأسي، السلام عليكم. عليكم السلام. بدك شي؟ علي معلم جابر. يا رب. يا الله يا الله. أهلين تقبرني، أهلا وسهلا. طول غدا شي؟ لا تقبرني، تكة وبيخلص. يلا استعجلي شوي. شوفي لي شو صار بينه وبين اخواته بقصة عفاف خانم. يلا لك مالك شايفتي جاي وحاطط العقدة بين عيونه. ايه شو يعني رح ياكلك؟ فوتي. والله خايفة. تقبريني لا تخافي، انتي بالاول حاكي كلمتين حلوين وبعدين من كلمة لكلمة بيحكي لك كل شيء. يلا فوتي. لك خايفة. قولي يلا. طولي بالك امري. اخ يا ضعفي اخ، هون ما انكسر ظهري يا مريم. معلش تقبريني، بيت ابو خير وبيستاهلوا. ايه بس صار البيت نظيف مثل الفله. يسلم ايديك يا امي. يسلمك.
أخ.